اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي. جيت على مطعم في منطقه واتفورد اسمه جي ار سي، مطعم ياباني عندهم اكل متنوع اسيوي بصراحه، فخم جدا ونظيف، اوبن بوفيه رائع جدا. خليكم معايا اخذكم جوله في المكان، تعالوا اصدقائي. اوبن بوفيه كثير فخم جدا، كل ما تشتهوه رائع. هذا لحم بطة جماعة، واو. أسماء الوجبات مكتوبة، كل شغلة بدك إياها تعبي منها. قسم السلطات يا عيني، شغلات ساقعة ثلاجة. هذه اللي هي هيك باستا، الشغلات اللي بتشكلش أسماك. هذا القسم يا جماعة قسم الأكل الأمريكي، وهنا قسم البرازيلي والبيتزا، وهناك الإيطاليانو. القسم الهندي يا جماعة طبعا عندهم شغلات مميزة، فيجيتابل جركازي، مسالة تكة، مسالة لام، سبايسي وينجز، بيري بيري تشيكن، عندك كمان بيف، وعندك كمان قسم البيتزا. أوه لا لا. Oh, sorry. مكان ضخم ضخم ضخم، حاب اشتري قناة ثانية. هاي قسم ثاني كمان. معلم كمان السوشي بأصناف مختلفة. هاي الطباخين الشيف كله على العال ألف. هذا القسم هنا تطلب اللي بدك إياه، هذا ستيك وهذا سكولوب وجمبري وشغلات ثانية وأسماك. تيجي هنا بطبخ لك إياها. يا سلام. طلبنا كمان يا معلم برونز، جمبري حد كبير. هاي الشريمب مع الستيك. هذا اللي هو السوشي والاشياء اللي حاب اشتكي انا. قسم الفواكه اصدقائي. الايس كريم والكيك، يا سلام، اشي مهول. هو عندك كمان هنا الايس كريم كمان جوا، هنا في شغلات اللي هي كانديز. جي ار سي هو مطعم بوفيه مفتوح عالمي، بيقدم وجبات من دول مختلفة. الحجز المسبق ضروري، والاسعار موجودة على الموقع الالكتروني، وحاليا بيفتح من الساعة 5 مساء حتى 10 مساء، لكن في الأسابيع القليلة القادمة راح تتغير ساعات العمل بعد رفع الإغلاق كلياً. بصراحة مكان حلو كثير. أنا في واتفورد لهم فرع، عدة أفرع في مناطق مختلفة، فلذلك أنا حبيت أعيشكم التجربة وأفرجيكم إيش البسيط هنا. بنصح فيه بصراحة، المكان فخم جداً ورائع، وبعدين في إير كونديشنينج، فإذا إجيتوا خبرونا كيف تجربتكم معاه.